مشاهدينا الكرام مساء الخير أهلا وسهلا ومرحبا بكم في النشرة الجوية لليوم الأربعاء 1 ديسمبر ألفين 21 ولميز 24 ساعه الفارطه ونزول بقايا امطار وبعض الامطار المحليه في عدد من معتمديات اقصى شمال البرح بولايه باجا كميه الامطار كانت في مستوى المليمتر الوحيد وكميه كانت من بين مليمتر الى 6 بيت من ولايه جندوبه اضافه الى تواصل هبوب ريح في المناطق الساحليه ولسرعتها وصل الى مستوى 94 كيلومتر في الساعه بصفاقس 72 بقليبيا و65 ببنزرت اليوم شهدنا ممكن عوده مؤشرات صحو على كامل بلادنا مع ارتفاع في درجات حرارة ظهيرة الضباب هي اللي قد طلبت منا نصيب المتابعة بمنخفضات الجنوب بشكل سام في تراجع مدى الأفقية وبعد ذلك كنا معنيين بدرجات حرارة ظهرا من بين 16 إلى 21 درجة في حدود 13 بالمرتفعات الغربية لبلادنا مميزات الطقس اليوم نشوفهم كالعادة من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي وكما تلاحظوا كنا معنيين بأجواء مشمسة إلى قليلة تصحب على كامل البلاد خصية قد تبقى نسبيا متواصلة خلال الليلة القادمة الطقس في أغلبه قليل الصحب وأجواء تميل إلى البرودة بالمناطق الجبلية الغربية كي نقولوا درجة حرارة قليلة قد تكون في حدود الخمس درجات أرقام قد تتراوح من بين 7 إلى 11 ببقية الجهات وبداية من مساء يوم الغد باش معنيين بمجموعة من التغييرات واللي هو مجموعة من الكتل الهوائية شديدة البرودة تزامنا مع نشاط منخفض للضغط الجوي على جزيرة سردينيا تبعا لذلك نحكيو على تغييرات بالجملة بداية من يوم الغد من بين أبرز الملامح نتاعها وعودة هبوط رياح بالمناطق الساحلية انخفاض ملحوظ في درجة حرارة وبشكون ملموس أكثر على المدى المتوسط خلال يومي الجمعة والسبت القادمين والمؤشر الايجابي هو الامطار ان شاء الله باش تكون حاضره في اغلب مناطق بلادنا انما خلال اليوم الغد ان شاء الله باش تبدا الامطار في فتره اخر نهار بعدد من مناطق الشمال وتكون عندها صبغه رعديه بمناطق اقصى الشمال كعاده نقدم لكم قراءه تفصيليه لدرجه الحراره القصوى المتوقعه في مختلف ولايات بلادنا بتونس الكبرى قد تستمر في مستوى 19 درجه نتوقع تزيد 19 بقنابل بقليبيا ببنزرت 17 درجه نتوقع تزيد 21 بزغوان بمناطق الشمال الغربي درجه الحراره ظهرا تكون في حدود 18 في تبرقه 19 في باجه 21 بجندوبه 18 بسليانه و17 درجه بالكاف بمناطق الوسط قد نسجلوا 14 بتالا اعلى بالقيروان وبسوسه 21 بالمنستير نتوقع تزيل 20 ظهرا 19 في المهديه 18 بصفاقه 17 بزور قرقنه بسيدي بوزيد درجات الحراره تكون في حدود 17 قد نسجلوا 15 بالقاسرين وبمناطق الجنوب الغربي درجه الحراره اجمالا في استقرار نتوقع تزيل 15 بقفصه 19 في دوزر 17 بقبلي بقابس 18 وببقيه مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيره جربه نتوقع تزيل 19 درجه 20 في مدينه 19 في تطاوين و20 برمدا بالنسبه للملاحه والصيد البحري باش يكونوا معنيين بنشرات تحذيريه سيرت مفعول بدايه من الساعه العاشره صباحا وتهم درجه اولى سواحلنا الشماليه وخليج حمات وجهه الساحل باعتبار انه الرياح باش تكون قوه 7 الى 8 من سلم بوفور ما يعادل 28 الى 40 عقده بسواحلنا الشماليه منطقتي سيرات وخليج تونس الرياح في اغلبها الشماليه غربيه سرعتها من 15 الى 25 عقده وتتقوى مساء لتكون من بين 25 الى 30 تتجاوز ال 40 في شكل هبات والبحر يكون شديد الاضطراب الى هائج بالشمال بخليج حمات وبجهه الساحل الرياح تكون جنوبيه غربيه سرعتها من 25 الى 30 عقده تتجاوز ال 40 في شكل هبات وتتراجع ليلا الى مستوى ال 20 25 عقده والبحر يكون شديد الاضطراب وفعاليه تريح تكون اقل نسبيا بخليج جابس سرعتها من بين 15 الى 25 عقده تصل مؤقتا الى 30 والبحر يكون شديد الاضطراب الى مضطرب كالعادة عادنا قد ممكن فكرة حول حالة الطقس ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية نوكشت مغيمة جزئيا 31 درجة أمطار محلية بالدار البيضاء طقس ممطر بالجزائر 14 سمت تكون صافية بطرابلس مع درجة حرارة قصوى في حدود 23 درجه نتوقع تزييد 36 بالخرطوم بعد سحب العابره بالقاهره 22 بالبقاع المقدسه درجه الحراره تكون في حدود 31 بالمدينه المنوره 32 بمكه المكرمه سحب قليله بالدوحه بابو ظبي 29 28 بمسقط بالكويت نتوقع ظهور بعد سحب 27 اقل ببغداد 21 سماء تكون صافيه بالشرق الاوسط اجواء مشمسه الى قليله السحب درجه الحراره ظهرا في حدود 18 بدمشق 19 ببيروت و16 درجه بالقدس الشريف نتوقع تزييد 14 باسطنبول وباوروبا ب كبير وما توقعوا كونه درجة حرارة باش تكون في حدود 4 درجات مع نزول الأمطار، تقصي توصل بارد بفيينا ببرلين مع حرارة قصوى لا تتعدى ثلاثة درجات، مؤشرة أمطار بأمستردام ببيوكسل، 6 ببريز، 11 في مارسيليا، 10 في مدريد و14 بلاشمونة. تطور الوضع خلال الايامات القليله القادمه باش تكونوا باجواء شتويه خالصه خلال يوم الجمعه الايجابي فيها هو الغيث النافع والامطار الرعديه اللي تكون حاضره بمناطق الشمال بالوسط ومحليا بالجنوب فيما يتعلق بالمؤشر الحركي الرياح تكون في اغلبها من القطاع الغربي قويه نسبيا الى قويه قرب السواحل ومعتدله داخل البلاد البحر يكون هائج بالشمال ومضطرب الى شديد الاضطراب ببقيه المجالات البحريه مع انخفاض حاد في درجات الحراره تقريبا القصوى باش ما بين 9 ل 14 درجه بالمرتفعات الغربيه لبلادنا أرقام تتراوح من بين 14 ل 19 في بقيه الجهات خلال يوم السبت باش تكونوا معنيين بتقلص نسبي في حد وفعاليه الاضطراب الجوي بعض الامطار قد تبقى متواصله في مناطق الشمال في بعد ذلك فترات مشمسة تخليها مجموعه من السحب العابره شدت الرياح اللي منا كل اليقظه بالمناطق الساحليه تبعا لذلك باش تتواصل تحذيرات سريعة مفعول بالنسبه للملاحة والصيد البحري البحر يكون شديد الاضطراب بكافه المجالات البحريه واستقرار نسبي متوقع في درجات الحراره موعد شروق والغروب بمدينه تونس اليوم الغد شروق الشمس ان شاء الله تكون في الساعة السابعة وأربعة عشر دقيقة غروبها في الساعة الخامسة وأربع دقائق لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكركم بطرق الاتصال والتواصل بالمعهد الوطني للرصد الجوي موقع الويب www.youtube.tn الموزع الصوتي وتنجموا تتفاعلوا معنا أيضا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات الصلاة بمدينة تونس وما جاورها اليوم الغد صلاة الصبح بداية من الخامسة وأربعين دقيقة ظهر منتصف النهار و16 دقيقة صلاة العصر في الساعة الثالثة إلا ربع صلاة المغرب في الساعة الخامسة وست دقائق وصلاة العشاء بإذن الله في الساعة السادسة و35 دقيقة. ختاما شكرا على حسن المتابعة والإهتمام الى اللقاء